السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم بعشرة خطوات نحو التغيير الإيجابي، يعني هي فقط خطوات مساعدة للتغيير إيجابي. كيف ذلك؟ لأن هناك بعض الأشخاص ربما يقومون بزيارات لطبيب نفسي، أخصائي نفسي أو مدرب في الحياة، ولكن مهمة لا تكل بنجاح. لماذا؟ لأن ربما التغيير ما كانش في واحد الوقت الإنسان كيكون فيه مستعد للتغيير. لذلك نقول لكم هذه الخطوات كمساعدة فقط للتغيير. ما هي؟ أولاً خص الواحد يكون عنده واحد اعتراف بالمشكل اللي عنده ولا بالمرض النفسي، لأن هذا التقبل غيخليه يتغير نفسيا، غيتغير من الإرادة ديالو ولا يقبل المساعدة ولا تنجح المهمة. إذا مشى عند أخصائيين في العلاج، سواء نفسي ولا مدرب في الحياة. ثانيا أهم شيء هو النية والإرادة والرغبة في التغيير، مع محاولات عديدة للتغيير دون ملل. الإنسان يخوض الأمور بجدية، ماشي بواحد اللحظة تمشي مثلا شي مركز صحي بني أنا عندهم أخصائي نفسي ولا طبيب نفسي كندخل غير باش كناخد فكرة. لا، الإنسان هنا خصو يكون شوية ديال الجدية باش المهمة تنجح. كون تاني عندكم واحد تغيير في نمط التفكير، ربما اتبع طرق بوحد، حاولت نصلح النفسية ديالي، حاولت نغير بدا ديالي، ولكن ما نجحش في المهمة لأنني كنتبع نفس الطريقة. كما قلنا سابقا، ربما كنخطط ولكن ما كنفذش، ولا العكس كنفذ بشكل سريع بدون تخطيط، كيكون فشل. يكون حد تغيير في نمط التفكير يكون الأحسن. كذلك تحديد بوضوح السلوك اللي بغيت نغير. ربما أنا قلقة، معصبة، يعني متكاسلة في شي أمور، بغيت نكون الأحسن. نحدد السلوك، نكون محددة للسلوك في أي مجال. مش بغيت نكون أحسن في الصحة ديالي، في النفسية ديالي، في كل ما هو روحاني. بغيت نصلح في العمل ديالي، في أمور اللي كتخصك. حاول تحدد. الإنسان خص يعرف الإنسان الهدف ديالو من التغيير. واش كان الهدف عندي جا نتيجة لحظة نزوة، انفعال، غضب، شي حد قال لي شي كلمة ماشي هي هذيك، مثلا جا شي حد هنايا قال لي مثلا انتي غليظة عايرني، ولا يعني كنمشي ندير واحد ريجيم صارم بعد كنفشل. لا، من أحسن إنسان يحدد الهدف ديالو من التغيير، ويكون بالإرادة وبالوعي وباقتناع كامل باش يكون نتيجة التغيير. وسابعا، من أحسن يكون عندكم واحد الإقبال على التغيير. ركز على السلوك الإيجابي الذي تريده، وانسى السلوك السلبي، لأن كاين بعض الناس أنهم عندهم هذه القدرة باش يبدلوا، لكن كيركزوا على السلوكات السلبية أو الاضطرابات السلوكية اللي كتكون عندهم، ولا الأمراض العصبية. واخا مثلا تحاولي معاه في العلاجات، تعطيه اقتراحات، ولكن ديما كيعتبر راسو أنا اللي مقلق، أنا معصب، أنا مكتئب، أنا يعني دائما في الاتجاه السلبي. ويستحسن هنا خصنا نعطيو رسائل تمريرات للدماغ ديالنا، نعطيو واحد التمريرات، نعطيه كلمات ترديدات إيجابية في الوقت اللي غادي نقول دايما انا مقلقه، معصبه، نقول انا هادئه، انا سعيده، انا ناشطه، انا كامله بالصحه ديالي، بالقوه والنشاط ديالي. حيت كاين ناس مساكن ملي كتهضري معاهم ضروري ما يجدك انا ديما مريضه، ديما كذا، ديما يعني كيهضروا غير في الاتجاه السلبي. وللاسف ملي كنهضروا على الاتجاه السلبي يكون صعب 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 تغيير السلوك السابق، لان كنمروا رساله، وبالتالي نقدروا نتصرفوا بطريقه سلبيه بطريقه لا واعيه. عافاكم، ركزوا ديما على الشعور وعلى التغيير الايجابي اللي بغيتوا ديروه. ثامنا، محاسبه النفس. محاسبة النفس بطريقة إيجابية. كتلقي بعض الأشخاص صح كان عندهم شي سلوكات ربما غير أخلاقية، غير اجتماعية، تنادموا عليهم الحال، ولا كانوا عندهم إدمان،
مثلا المدمنين مثلا ملي كتخدمي معاهم ولا كيخدموا كيعياو بالزربه، كيعياو بالزربه الا فشلوا اليوم ولا غدا، كيبقى يدخل مع ديك المحاسبه وكيلوم راسو. لا، اذا كنتوا غديروا التغيير غتمشيو غير مرحله مرحله، توصلوا بر الامان، لان محاسبه النفس كيكون عندها حد الاثار السلبي على النفس، حاولوا تجنبوها ما امكن. تسعا، نقدروا نهضروا على تامل الذات مع العزله الصحيه بطريقه ايجابيه. يعني بعض المرات كنبغي ندير واحد الخلوه مع نفسي، ولكن هذوك الخلوه ماشي موراها تكون انطوائيه ولا غير باش نجلس بوحدي، لا، غير باش كنصحح الاغلاط ديالي، كنراجع نفسي بطريقه ايجابيه. وكذلك تعلموا الاسترخاء الجسدي مع التنفس العميق، توكيدات ايجابيه، افكار ايجابيه، غيساعدكم على التغيير الايجابي ان شاء الله. باتباع هذه الخطوات البسيطه ستتغير الى الاحسن، وستكون ايجابيا اكثر، وربما غتنقل عدوى التغيير الى الاخرين. الانسان ديما يحاول يفكر يغير نفسه لما هو احسن، يكون عنده تفكير ايجابي، يعيش مشاعر ايجابيه، وبالتالي ستعيش بمشاعر قويه وبتفكير سليم وبسلوكات ايجابيه، والاهم انك ستعيش بمعاني واهداف كبيره وقويه. اذا توكل على الله نحو التغيير الايجابي بالخطوات العشره السابقه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.